السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله العظيم لا بليا بليا تبلينا من بعد غياب ديال مربوحة. كنتمنى من الله يرجعوا على خير وبخير ان شاء الله. تبلينا بمحبوبة مهم على الاقل بعد عائلة محترمة. كنشوفوا واحد واحد الصورة زوينة تتعطي للأسرة المغربية بلا ما نهضروا على الجانب الديني والعيالاتهم وداكشي داكشي. حنا ولينا تنطلبوا الله ما غير هكا، ها العار يبقاو غير هكا ولا شويه ينوض التناتيف والمعايره والمعاطيه. واش يقشني الحسن بالضحك، عرقهم على ديك القصريه، حط القصريه ونوضهم الشطيح وبقى واقف ليهم على دار على راسهم. والله الا الحسن زعما ما قالوا صقيريم انت صقيريم حط ليهم القصريه وجلس ليهم على راسهم، عرقهم مزيان على داك برماش. والله ما تفاك معاهم ضحكاتني هاد اللقطه، قلت واش متشاركه معاكم بعدا مسلسل مغربي. انا بعدا وليت من المبليين متبعاه لقطه بلقطه. ايوا مبروك عليه الزياده، وان شاء الله تربى ديك البنيته في عزه يا ربي وعلى سلامه المدام والعقبه لجميع النساء المحرومات مساكن اللي كتمنى يا ربي اللي كتمنى الذريه الصالحه يا ربي. الله يرزقها عاجلا غير اجلا يا ربي، ترزق كل محرومه لان شي حاجه زوينه في الحياه. وليدات رغم كيعصبوا بعض المرات وكي كيفقدوك شي حوايج في الحياه كتفقديهم الراحة والخروج وسميتو، ولكن كاين الحلاوة ديالهم تاهما. كل حاجة بوقتها وكل حاجة بالحلاوة ديالها. الله يرزق يا ربي كل محروم. ماشي مشكلة الحسن معذور، خصو يخلص الكادو اللي شري الحفصة، ايوا خصو يخرجوا فيديوهات، خصو يستغل الفرصة جاو ياكلوا برماش خصهم يخلصوا يديروا فيديو. اللي ما بغاش يجي يصور فيديو ما عنده ما يجي يدير عند مربوحة محبوبة